بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بكم في حلقة جديدة، نواصل مع بعض دراستنا في إنجيل القديس لوقا. كل سنة وانتم طيبين. بدأنا في صوم الست العذراء، عشان كده حابب أبتدي بترنيمة صغيرة من الترانيم اللطيفة اللي بنحبها نقولها للست العذراء. يا مريم البكر فوقتي، شمس والقمر وكل نجم بأفلاك كي السماء صار وكل نجم بأفلاك كي السماء صار يا نجمة الصبح شعي فيك أنا إسنا ونوري عقلنا سمع والبصر ونوري عقلنا وسمع والبصر يا أمة يسوع يا أمي ويا أملي لا تهمليني متى خطى صدر لا تهمليني متى عني الخطى صدر يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، يا من أتيت إلينا متجسدا وقدمت ليك أم النور عجينة البشرية لتتحد بها وتشفيها من أمراضها وتحييها من موتها. نشكرك يا رب لأنك أتيت إلينا شافيا مخلصا مقدسا وقائدا لمسيرة غربتنا في هذا العالم حتى نستوطن عندك. نشكرك يا رب لأنك أنت كراعي صالح تقودنا يا ربي في مراعي خضراء وتغنينا بغناك وبنعمتك وتقدم نفسك مبذولا بجسدك ودمك المسفوك لكي تطعمنا ولكي تحيينا. نشكرك يا رب، نبارك اسمك على رعايتك. نشكرك يا رب أنك بتحط قدامنا نماذج جميلة تعلمنا إزاي نعيش معاك وإزاي نتحد بيك وإزاي نخدمك ونكون مثمرين أيضا. باركنا بكل بركة روحية، بارك يا رب أذهاننا لكي نفهم كلامك، بارك قلوبنا يا رب وافطمها من محبة العالم لكي نحبك يا رب بكل قلوبنا وبكل نفوسنا. بركة أمنا الست العذراء، بركة كاروزنا ماري مرقس، بركة كل مصاف قديسيك، أمين. احنا في الاصحاح السادس في انجيل لوقا، وخدنا المره اللي فاتت لا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على احد
فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا. وفي الآخر خدنا الجزء بتاع ليس التلميذ أفضل من معلمه، ووقفنا عند الجزء بتاع لماذا تنظر القذى في عين أخيك. كنا واصلين لحد العدد 40. قبل ما ندخل في الجزء بتاع النهاردة، إن شاء الله النهاردة نكمل الإصحاح السادس والموعظة كلها، حابب أخد بعض التعليقات بسيطة للقديس كيرلس الكبير حوالين موضوع لا تدينوا ولا فلا تدانوا ولا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم واغفروا يغفر لكم. بيقول إيه القديس كيرلس الكبير؟ بيقول: بينما هو واجب على الناس أن يفحصوا أنفسهم ويرتبوا سلوكهم حسب مشيئة الله، إلا أنهم يتركون هذا الأمر جانبا ويشغلون أنفسهم بأمور الآخرين، وهم إذ ينسون ضعفتهم الشخصية، فإنهم إذا رأوا ضعفا في الآخرين يجعلونه مبررا لتصيد الأخطاء ووسيلة لتشويه السمعة، فهم يدينون الآخرين غير عالمين أنهم لكونهم مصابين بنفس الضعفات بالتساوي مع أولئك الذين ينتقدونهم فإنهم يدينون أنفسهم أيضا. يعني لما ندين الآخرين إحنا بندين نفسنا، إحنا مصابين بنفس المرض. عشان كده يقول: من واجبنا بالحرية أن يكون لنا رحمة على الضعفاء. وبيأكد على الكلام ده، بيقول: من ينقاد بإحساس صالح لا ينظر إلى خطايا الآخرين ولا يشغل نفسه بأخطاء قريبه، بل بالحري يفحص بدقة عن أخطائه الشخصية. بعدين تعليقا على كلام السيد المسيح اللي قلناه المرة اللي فاتت، إن مفيش أعمى يستطيع أن يقود أعمى، بيقول إن التلاميذ المباركين كانوا على وشك أن يصيروا متلمذي ومعلم العالم. يعني السيد المسيح بيجهزهم علشان يتلمذوا العالم كله ويعلموا العالم كله، فهذا ينبغي أن يفعلوه باعتبارهم قد حصلوا أولا على بصيرة وعلى عقل مستنير بالنور الإلهي، لئلا يصيروا قادة عميان للعميان. يعني ما كانتش ذهنهم هيتنور بالتعليم الإلهي، هيبقوا عاملين زي القادة العميان اللي هيروحوا يقودوا ناس مش شايفين فيسقط الكل في حفرة. بيقول: حيث أن المعلم لا يدين فلماذا تدين أنت؟ يعني إذا كان السيد المسيح نفسه بيقول: أنا ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم، فأنت مين بقى اللي هتدين؟ إذا كان المعلم نفسه لا يدين، لأنه جاء لا ليدين العالم بل ليقدم رحمة. ده القديس كيرلس بيتكلم على السيد المسيح. وبحسب الشرح السابق فإنه يقول: إن كنت أنا لا أدين فلا ينبغي لك أنت التلميذ أن تدين. إذا كان المعلم ما بيدينش، تبقى أنت التلميذ تبقى أفضل من المعلم والدين. ناخد بقى الجزء بتاع المرة دي اللي هو بيبتدي من عدد 41. بيقول إيه من عدد 41؟ بيقول: لماذا تنظر القذى في عين الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أو كيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك، وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. نقف هنا عند الجزء ده. القذى يعني طبعا لما بيقولوا لماذا تنظر القذى، لماذا هنا فيها توبيخ، يعني في توبيخ شديد. القذى يعني سلاية خشب رفيع أو شظية خشب رفيعة خالص، ممكن أثناء تقطيع الخشب تطلع فتفوتة كده وتدخل في العين. طيب والخشبة، بيقول قذى وفي مواجهة في مقابلها الخشب، الخشب يعني لوح خشب، لوح خشب. يعني ساعات الإنسان
يبقى عمال ينتقد قذى في عين أخيه وهو في عينه لوح خشب. طبعا الحديث عن في كله السياق بتاعه عن التعليم وعن المعلمين. فالقصد العام من كلام السيد المسيح هو تنقية الجو بتاع الكنيسة وحقل التعليم في الكنيسة، تنقيته من بعيد عننا الجهلة اللي الخشبة لوح ألواح الخشب سد عينيهم تماما ومش شايفين وعمالين بس يتربصوا بالآخرين ويدينوا فيهم ويقول لك شوف القذى اللي في العين ده، وانت اصلا شايف ده، انت خشبة سد عينك عمال بس تشاور على القذى اللي في عينين اخواتك. ففي بعيد عننا ناس محترفين نقد، هو النقد حاجة كويسة طبعا، النقد البناء هو محاولة للتطوير، محاولة للإصلاح، محاولة للتنمية، محاولة للارتقاء. النقد البناء حاجة كويس، لكن في ناس عندهم نقد هادم، يبصوا على الأخطاء ويركزوا عليها ويكبروها قوي قوي ويشوهوا سمعة الآخرين ويعملوا شوشرة في الكنيسة وهم أصلا يعني مش شايفين حاجة. ففي ناس بعيد عننا بسبب اللوح الخشب الكبير اللي مال عينيهم محترفين نقد، لكن نقدهم دايما مش بناء. وصفهم هنا السيد المسيح بعبارة إيه؟ قال له يا مرائي، يا مرائي. النوعية دي بيبقى بيظهر إن هو فاهم ومعلم وشايف، وهو في الحقيقة جاهل، هو في الحقيقة في لوح خشب سادد عينيه. عشان كده السيد المسيح اعتبر إن هو عايش بطريقة مزدوجة وقال له يا مرائي اخرج أولا الخشبة من عينك. انت واخد دور نقد الآخرين ومحاسبتهم وانت منتش مؤهل لكده أصلا، انت منتش شايف كويس ومنتش فاهم، منتش مؤهل انك انت تاخد دور محاسبة الناس أو انتقادهم. ففي يعني السيد المسيح عايز يخلي جو الكنيسة جو فيه سلام، كل واحد يهتم بنقاوة عينيه ونقاوة نفسه بدل ما يدين الآخرين، ميبقاش يعني الإنسان مضروب بضربة تصيد أخطاء الناس. في ناس يا عيني مضروبة بكده، ما تشوفش غير الأخطاء أو العيوب أو اللي تتوهم إن هي عيوب بسبب ضعف نظرهم، فدايما متصيدين ومتربصين بالناس ومتشددين جدا في التركيز على أخطاء صغيرة تافهة أو عيوب قد تكون مش عيوب لكن هم يحطوها في السياق كأنها عيب، وتلاقيهم هم مثقلين بخطايا صعبة جدا لكن ينتقدوا هفوات الآخرين وهم مليانين عثرات ومليانين عيوب. بعد كده السيد المسيح بعد ما وضح إن الإنسان يبتدي بنفسه وإصلاح الآخرين يبدأ بإصلاح النفس، يقول تكملة للكلام لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا ولا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. الإنسان اللي احنا بنشوه فيه ده هنبص على الثمر بتاعه، ولو لقيناه ثمر حلو معناه ايه؟ معناه ان احنا اللي مش مظبوطين واحنا اللي مش شايفين صح، أو حد دايما الثمار بتاعته مرة، دايما الثمار بتاعته رديئة حتى ولو كان بيتكلم بما يشبه الصالحات، زي ما السيد المسيح مرة قالها للفريسيين، قال لهم كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ الإنسان من الثمار بتاعته بيتكشف، لأن الثمار بتعبر عن اللي جوه القلب. وهنا تكملة كلام السيد المسيح يقول إيه؟ لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. يعني شجرة شوك هدور فيها كده هطلع تين مش هلاقي، شجرة عليق اللي هي يعني عليقة كده متسلقة ناشفة دي هتطلع عنب؟ دي مش شجرة عنب، مهما هقعد أدور وأفتش فيها مش هلاقي. فهل يكتنون من الشوك
تينا أو من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه، من فضلة القلب يتكلم فمه. الإنسان من الكنز اللي جوه قلبه لسانه بيتكلم. فنعرف المعلمين من الثمار بتاعته النوعية، زي الشجرة الجيدة والشجرة الرديئة، الكنز الصالح في القلب يخرج صالحات، والكنز الشرير يخرج شرور. كان زمان البابا شنودة يعلمنا حاجة لطيفة، كان مثل شائع يعني في موجود ويمكن لحد النهاردة، يقول لك فلان ده معلش هو يعني لسانه كده صعب بس قلبه أبيض. فكان ساعتها على طول البابا شنودة ما يعجبوش الكلام ده أبدا، يقول اللي قلبه أبيض تبقى ألفاظه بيضاء، اللي قلبه أبيض تبقى ألفاظه نقية، لأن من فضلة القلب يتكلم الفم. وليه طبعا الكلام ده يعني مهم؟ لأنه ساعات ناس تقول إيه، معلش هو بيقول كلام كده، ده هما كلمتين يعني. دلوقتي الأعداد كلها بيبقى فيها شتيمة وعادي يعني، عادي يقولك ما هو القلب قلبه كويس. لا 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 لا، ده مش تبرير. في ناس بتعتبرها تبرير، ما كل الناس بتشتم، كل الناس بتقول الألفاظ دي دلوقتي فعادي. لا مش عادي، ده ما يخرج من الفم ينجس الإنسان، ما يخرج من الفم ينجس الإنسان، لأنه من القلب يصدر. لا، القلب الأبيض النقي يطلع ألفاظ متنقية نقية، ما ينفعش يطلع حاجات وحشة. الحاجات الوحشة دي معناها أن الكنز اللي جوه مش كويس. لا هي جدعنة ولا هي شطارة أن أنا أطلع ألفاظ وحشة، بالعكس ده علامة أنه جوه القلب مش مظبوط، والكنز اللي في القلب مش كنز صالح، مش كنز صالح. فهنا السيد المسيح يهمه قوي النبع يكون نقي من جوه، يهمه إصلاح جوه علشان الثمرة تطلع بره مظبوطة. فالكنز الصالح يطلع صالحات، الكنز الشرير يطلع شرور، لأن الفم بيتكلم بما في داخل القلب. طيب لو أنا عايز الكلام يبقى حلو والثمر اللي طالع مني يبقى حلو، يبقى لازم يكون في كنز جوه القلب حلو، لازم تسكن كلمة المسيح بغنى في قلوبنا، زي ما بيعلمنا القديس بولس الرسول في كولوسي 3، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. ما هو يعني اللي بيطلع ألفاظ وحشة ده سايب حاجات وحشة، كنز شرير يدخل بيقعد يسمع كلام وحش. وفي حد اتولد بيشتم ولا بيقول ألفاظ مش كويسة، هو بيسمعها وبيخزنها جوه قلبه وبعد كده بتطلع في وسط كلامه. لكن لما الإنسان يكون بيسمع كلمة ربنا وبيشبع بيها وبتسكن فيه كلمة المسيح بغنى كل يوم، بيشبع قلبه ويقعد يسمع ويدرس ويقرأ، الكنز اللي هيطلع منه دايما هيبقى كنز صالح، دايما ثمار صالحة. فلما الإنسان يبقى مليان بكلمة ربنا، مليان بكلام الروح، تلاقي الكنز اللي جوه بقى كله كنز مقدس صالح، وضميره مقدس لأنه اتظبط واتنقى بكلمة ربنا، فتطلع منه أعمال صالحة، تطلع منه ثمار جيدة، تطلع منه كلمات نقية، فيض يطلع من النبع، النبع جوه وبيطلع فيض لا يجف، فيض مستمر من الصلاح ومن الثمار الجيدة. لكن بعيد عننا اللي انفتح على شرور العالم وسكنت فيه وفي قلبه الأفكار الشريرة من غير ما يطردها، وسكنت جواه الحاجات الوحشة بقى، المناظر النجسة سكنت فيه، الكراهية سكنت فيه، الإدانة، وتلوث قلبه بالشر،
المتوقع ايه يعني؟ قلبه هيضلم من جوه، وبعد كده هيبقى أداة في ايد الشيطان لإنتاج الشر، لأنه بقى كنز شرير جواه وبقى بينتج شر، والفم مجرد بيكشف عن الكنز الموجود في قلبنا من جوه. خلينا ناخد برضو بعض أقوال القديس كيرلس الكبير قبل ما ننقل على الفقرة الأخيرة. بيقول إيه القديس كيرلس تعقيبا على الموضوع الكنز اللي جوه القلب والشجرة بتتعرف من ثمرها؟ بيقول إيه؟ بيقول: لقد أوضح لنا الرب سابقا أن إدانة الآخرين هي شر فظيع، وهي خطر، وتسبب دينونة نهائية، تخلينا ندان، وإحنا لو يعني أدنا بالعدل إحنا هنضيع. فإحنا عشان ترفع عننا الدينونة نحاسب من الإدانة. هو الآن يحثنا، ربنا يسوع القديس كيرلس بيقول كده على المسيح، هو الآن يحثنا بكلمات حاسمة أن نتجنب مجرد الرغبة في إدانة الآخرين، ويدعونا بالحرية أن نفحص قلوبنا الخاصة ونحاول أن نحررها من الشهوات التي تسكن فيها ومن ضعفاتها. نحاول نهتم بتنقية قلوبنا، وذلك بطلب هذا من الله، لأنه هو الذي يشفي المنكسر القلب ويحررنا من أمراض النفس. وهو يقول: إن كنت أنت نفسك مريضا بأمراض أكثر خطرا وأكثر شدة من أمراض الآخرين، فلماذا تهمل أمراضك وتبحث عن أخطاء الآخرين؟ كان الأمراض اللي فيك أخطر من الآخرين، عندك خشبة، لوح خشب قد كده سادد عينك، وراح تدور على القذى اللي في عين إخواتك. برضو بيتكلم على إزاي من فضلة القلب يتكلم الفم، فبيقول إيه؟ بيقول: جمال الحياة المكرمة الحقيقية لا يوصف بمجرد الزينات الخارجية أو الفضائل الزائفة، بل بالأعمال التي يفعلها الإنسان. الأعمال دي هي الثمار اللي بتزين حياته. المسيح يوصينا أن نميز أولئك الذين يأتون إلينا ليس بثيابهم، بل بما هم عليه حقيقة. يعني ما نتخدعش بالثياب الخارجية، لازم نشوف إيه اللي جوه علشان ما نتخدعش بتعليمهم. بأن يقول بأنه يقول بأن كل شجرة تعرف من ثمارها، نهتم بالإيه؟ بالثمر. بعدين بيقول: التين لا ينمو من الأشواك، يعني شجرة شوك مش هتطلع تين، ولا نجد بين الأشواك أي شيء مفرح، لأن العنب لا ينتج من العليق. إذن ينبغي أن نعرف حقيقة المعلم ليس من المظاهر، بل من أعماله وحياته. يعني قبل ما نقعد نسمع ونشوف، المهم إن إحنا نشوف حياة الشخص وأعماله قبل ما نعرف شوية معلومات منه، لأن ده هو المهم، هو ده اللي هيدينا الثمر الصالح. بعد كده بيقول إيه؟ من صار عقله فريسة للاحتيال والخبث، فإنه بالضرورة يخرج ما هو مخفي في أعماقه. يعني الإنسان اللي مستعبد للخطية، لما يجي ياخد موقف المعلم ويبتدي يتكلم، يتكشف إيه الحاجة اللي جواه اللي هو مستعبد ليها. لأن الأمور التي في العقل والقلب تغلب ويتقيأها الإنسان مع تيار الحديث المتدفق. وهو بيتكلم كده هتبتدي تطلع، لو في حاجات مش مظبوطة هتبتدي تطلع غصب عنه. لذلك فالإنسان الفاضل يتكلم بما يليق بأخلاقه، أما من هو غير مستحق وشرير فهو يتقيأ نجاسته الخفية. النجاسة اللي مستخبية جوه هتطلع. المسيح يعلمنا كل ما هو لمنفعتنا، ويطلب من تلاميذه أن يكونوا حذرين من الخداع وساهرين وحريصين. هو يريهم الطريق المستقيم ويكشف لهم الخداعات التي تقود إلى الشر، عشان ما نمشيش وراء إيه؟ وراء أي حاجة ما تكونش مظبوطة، أو أي تعليم ما يكونش مظبوط.
الجزء الأخير بقى من الموعظة على الجبل، أو الموعظة اللي بيوصفها هنا القديس لوقا بعد ما نزل من الجبل في المنطقة السهلية اللي هي جنب كفر ناحوم، بيقول إيه من عدد 46: ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ كل من يسمع إلي، كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه. خلينا الأول ناخد الآية بتاعت لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله. كلمة تدعونني يعني تصلوا، تصلوا، ويا رب يا رب معناها دي مش يا سيد أو يا معلم، لا، دي معناها إنه السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد والذي يقبل الصلاة وسامع للدعاء. يعني يا رب ممكن تيجي بمعنى يا سيد وممكن تيجي بمعنى الصلاة لله، فهنا المعنى واضح إن هي يا رب يا رب، يعني واحد بيصلي وبيطلب من ربنا. فهنا السيد المسيح بيقبل الصلاة ويقبل العبادة. بعد كده بيقول إيه؟ لماذا تدعونني يا رب يا رب ولا تفعلون، وأنتم لا تفعلون ما أقول؟ سيد المسيح بيقول هنا يعني أنت عايزني أسمعك، مش المفروض أنك أنت تسمعني الأول؟ إذا كنت أنت بتحترم كلامي وبتحترم وصيتي أنا على طول أسمع لك، أسمع لك. لكن أنت متوقع إيه؟ تدعوني يا رب يا رب وعمال تطلب طلبات كتيرة وانت لا تفعل ما اقوله. ربنا بيسمع صلاة من يطيع وصاياه، من يحفظ وصاياه، يسمع صلاته. لكن الانسان المهمل في وصايا ربنا بأي حق، اذا كان هو مش بيسمع لربنا بأي حق، بيطلب ان ربنا ينفذ له طلباته. عشان كده القديس يعقوب في رسالته الاصحاح الاول يقول مش المفروض ان احنا، يعني بيقول الاول اقبلوا الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم، اقبلوا الكلمة المغروسة في قلوبكم القادرة ان تخلص نفوسكم، ولكن لا تكونوا سامعين فقط بل سامعين عاملين. ما تكونوش سامعين فقط خادعين نفوسكم. اللي بيسمع بس ده بيخدع نفسه، مفيش حاجة في حياته بتتغير، زي اللي واقف قدام المراية وما عدلش نفسه. طب انت واقف قدام المراية ليه؟ مش عشان تشوف ايه اللي مش مظبوط عشان تعدله؟ لكن بقف قدام المراية، بفتح الانجيل، هي دي المراية الروحية، افتح الانجيل وزي ما فتحت زي ما قفلت، ما خدتش حاجة لنفسي، ما صلحتش حاجة في نفسي، لاني ما حولتش اللي انا بقراه او بسمعه الى فعل وتطبيق. فهنا بيقول لهم كده قديس يعقوب زي ما في ألف الإصحاح الأول: ما تكونوش سامعين فقط خادعين نفوسكم بل سامعين عاملين بالكلمة. فما ينفعش إن احنا نبقى بنقول له يا رب يا رب إلا وإحنا بننفذ وصاياه أولا، فنقدر نقول له ونطلب منه وهو يجيب، يجيب أولاده ويديهم فوق ما يتصوروا وفوق ما يطلبوا وفوق ما يتخيلوا. بعد كده تأكيدا بقى على نقطة السمع والعمل، بيختم السيد المسيح بالمثل الجميل ده، بيقول: كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به. خلوا بالكم في ثلاث خطوات هنا: يأتي إلي، يسمع كلامي، يعمل به. لازم التلاتة، الأولانية لوحدها ما تنفعش، الأولانية والتانية برضو ما يكفوش، لازم التلاتة مع بعض. يأتي إلي، يسمع كلامي، ويعمل به. بيقول إيه؟ أريكم من يشبه. يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أساس، فصدمه النهر فسقط حالا
وكان خراب ذلك البيت عظيما. يا خسارة. الأولاني بيبني على الصخر، بينفذ الوصية، بيسمع وبيعمل، فبينفذ الوصية، والوصية بتخليه زي كأنه في حصن عظيم متأسس أساس راسخ. فالأساس ده يساعد الإنسان على الصمود في مواجهة عواصف الحياة. أما الشخص اللي مجرد بيسمع وبيعرف شوية معلومات جافة ما بتتحولش أبدا لسلوك ولا الحياة، فده بيبقى إنسان بنى بيته ولكن للأسف بدون أساس، بدون أساس. والبيت ده بيتصدم، لازم هيتصدم، إن الحياة مليانة عواصف، هيتصدم وسيسقط ويكون خراب ذلك البيت عظيما. ونشوف دلوقتي ليه. ناخد الأول خطوة خطوة. من يأتي إلي، هي خدمة السيد المسيح قائمة على كده، قائمة على دعوة الناس إليه، دعوة الناس إلى العرس، إلى الحضن، إلى تبعية المسيح. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. دعوة إلى الراحة، دعوة إلى السلام، دعوة إلى إنه ميبقاش فيه هم، دعوة إلى ينابيع المياه الحية. من يأتي إلي، طب كويس، أنا هاجي وهقبل الدعوة وهبتدي أصلي وهاجي على كلام الإنجيل وهبتدي أسمع وهبتدي أدرس. أول ما هاجي هلاقي المسيح في انتظاري، بيعلمني، بيفرحني، بياخدني في حضنه، بيطمني، بيسندني في ضعفي، وبيعلمني طريق الحياة، بيعلمني ويديني من حكمته، من حكمته. كلامه ده هو عمق الحكمة، عمق الحكمة. طيب كويس، لكن المفروض بقى أنا دوري إن أنا أسمع وأعمل، أسمع وأعمل. هنا السيد المسيح بيدينا التشبيه ببناء بيت. ده معناه ايه؟ معناه انه بناء النفس هو على كلمة ربنا. كلمة ربنا هي حجر الزاوية اللي بنبني عليه حياتنا. قديس بولس الرسول، الوصية المشهورة اللي قالها لخدام أفسس في أعمال الرسل 20، لما جمع كل خدام المنطقة بتاعت آسيا الصغرى، أفسس وما حولها، قال لهم أنا أستودعكم لله، مش هتشوفوا وشي تاني، أستودعكم لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم. البناء علشان يكون قوي لازم يكون متأسس على الصخر، على كلمة ربنا، نسمع ونعمل. فكلمة ربنا دي هي اللي بتخلي الإنسان يتبني صح. وهنا يبان فن البناء الروحي. فن البناء الروحي مش مجرد تزويق كده من بره، منظر، واحد بقى عامل شغل في الكنيسة وخدمة وبقى مشهور لا، مش منظر من بره، لا، البناء ده بناء داخلي، ده واحد باني حياته على كلمة ربنا، حب الإنجيل بتاعه، ذاكره، ذاكره، حرته، وخطط وكتب وذاكر وقارن وبص وفتش وتعلم وسهر بنى. ده الأساس، هو ده فن بناء النفس في المسيح. بناء النفس في المسيح مش مجرد أنا طقوس كده هتمم، عايزين مني إيه؟ أحضر قداس في الأسبوع وأصلي مزمورين الصبح ومزمورين بالليل وأقرأ إصحاح في الإنجيل، ده احنا هنزوق من بره ولا ايه؟ احنا عايزين ندخل للعمق، عايزين نحس بحضور المسيح ونسمع صوته، عايزين نذاكر كلمته ونفهم مشيئته، عايزين نتعلم منه ونخلي روحه يجري فينا كده وينور لنا ويروينا، وده كلام الروح. الموضوع مش موضوع منظر من بره ولا طقوس بسيطة احنا هنعملها، مش ده المطلوب. فاحنا هنا في عملية بناء، وده فن،
بناء النفس ده فن، نسمع نفهم، مهم قوي ان احنا نفهم، نسمع ونفهم ونطبق اول باول، نسمع ونفهم ونطبق على حياتنا اول باول، ندخل الكلمة في القلب ونخبيها جوه القلب، زي ما بيقول داود النبي في المزمور: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. كلامك ده يدخل القلب، مش مجرد فكرة أنا انبسطت بيها في مخي، لا ده يدخل كمان عمق قلبي. لما يدخل لجوه جوه جوه يتحد بإرادة الإنسان، دي خطوة مهمة جدا، إن كلمة ربنا تدخل للعقل وبعدين تتفهم كويس، وبعدين القلب يتفاعل معها ويحبها، وبعدين تدخل للعمق أكتر لحد لما تتحد بإرادة الإنسان، فتلاقي الإنسان ماشي حسب الكلمة دي، بقت إرادة الإنسان متحدة بإرادة ربنا الممثلة في كلمته، بقيت بحب الوصية جدا وما عنديش بديل، ما عنديش بديل آخر غير الوصية، دخلتها فكري وقلبي واتحدت بإرادتي، فأنا ما عنديش إرادة غير إن أنا أمشي حسب الوصية، على رأي البيت الشعر اللي كتبه سيدنا البابا شنودة الله ينيح روحه: ليس لي فكر ولا شهوة أخرى ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك، ليس لي فكر ولا رأي ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك، ماليش حاجة تانية، لأني خلاص شبعت بكلامك واتحدت إرادتي بإرادتك، فهتبعك في طريق وصاياك، في طريق وصاياك سعيت، هتبعك في طريق وصاياك. فيبقى بنسمع بنفهم بنطبق أول بأول، وندخل الكلمة في عمق القلب ونخبيها جوه لحد لما تتحد بالإرادة وتقود سلوكنا وتقود كلامنا وتقود فكرنا وتقود رؤيتنا، تقود كل حاجة. هو ده البناء على الصخر، هو ده البناء على الصخر. كلمة حفر وعمق، حفر وعمق طبعا فيها إشارة واضحة، الحفر ده شيء صعب وعايز مجهود، والتعميق ده يعني واحد إيه مش مكتفي كده بأول شبر ولا اتنين ولا تلاتة من على وش الأرض، لا ده عمق حتى لما وصل للصخر تحت. دي إشارة للإنسان اللي بيحب كلمة ربنا وبيبذل مجهود في القراءة وفي الدراسة وفي الفهم وفي السهر، ويتعب ويقعد ويكتب ويجمع من هنا ومن هنا ويقرأ هنا ويبحث هنا. كلمة ربنا تستاهل أكتر من كده، تستاهل مننا، تستاهل وقت وتستاهل كل المجهود ده. حفر وعمق، تعب ومثابرة من أجل الفهم، من أجل استيعاب المعاني في عمقها، حفر وعمق. وعلى فكرة كلمة ربنا مليانة أعماق، أعماق لا تستقصى، لا تستقصى. على رأي أحد الآباء لما قال كلمة ربنا سهلة وجميلة زي البحر اللي أي إنسان بسيط ينزل يعوم فيه، ولو غواص محترف ما يعرفش يجيب أعماق، يعني سهلة للكل، للإنسان البسيط يبتدي يتعلم ويبتدي يفرح بيها ويشبع منها، وأيضا اللي بيدور على اللآلئ ده وبينزل للأعماق هينزل كلمة ربنا عميقة عميقة، لدرجة أنه معلمنا داود النبي في المزمور في القطعة 12 في المزمور الطويل يقول: لكل كمال رأيت منتهى، يعني كل حاجة ليها حدود، أما وصاياك فواسعة جدا، أما وصاياك فواسعة جدا، ملهاش حدود ملهاش منتهى. فالشاطر اللي يحفر ويعمق ما يقولش إيه كفاية لحد كده، لا يدخل ويلاقي ويشبع ويفرح ويثبت نفسه ويثبت حياته على الصخر. طيب اللي مش بيعايز يدخل للعمق بقى، أو اللي بيسمع ومش عايز يعمل، مجرد بيسمع بيجمع معلومات، بيجمع معلومات عشان يمكن داخل مسابقة ولا حاجة، أو بيسمع وينسى لأنه مش بيركز
مش بيرجع كده بعد كل مرة يسمع يكتب ويثبت الكلام في قلبه، مع مرور الوقت هينسى، حاجات تانية تغطي فينسى، أو ما بيديش الكلمة القيادة في حياته، يعني يسمع وبعدين يقول أنا هعمل كده، دي صعبة قوي دي، لا 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 بلاش دي، نشوف حاجة تانية، فما يديش الكلمة القيادة في حياته، وما بيربطش ما بين اللي بيتعلمه وما بين سلوكه العملي، وما بيحاولش يدخل للعمق في الفهم، يقول لك دي مش مهم ودي مش مهم، امال ايه اللي مهم؟ ما فيش اهم من كلمة ربنا. تقولي طب وانا افهم المعاني ازاي؟ لا، الوسائل كتير النهارده، كل حاجة تحت ايدينا، وان احنا عايزين نفهم نقدر نقرأ ونقدر نسأل، وكل حاجة تحت ايدينا. فالانسان اللي مش مهتم بكده هو ده الانسان اللي بيبني على الرمل من غير اساس، باني يعني شكل بيت كويس بس بنيه من غير اساس، لا دخل للعمق في الفهم، ما حاولش ولا صلى ان ربنا يكشف له، ما هو الدخول للعمق ده محتاج القرايه مع الصلاه عشان ربنا يفهمنا ويفتح ذهننا لنفهم الكتب، زي ما المزمور بيقول فهمني فاحيا، اكشف عن عيني فاتامل عجائب من شريعتك، فهمني. فلما الإنسان ما بيصليش وما بيقراش بعمقه، مش عايز يدخل للعمق، النتيجة إن هو بيبني حياة روحية من بره من غير أساس، بقى بيت شكله كويس ممكن يكون كذا دور يعني، برضه بيت جميل بس بناء سطحي على الرمل من دون أساس. يقول بقى ربنا يسوع عنه إن البيت ده هيصدمه النهر فيسقط حالا، خرابه بيجي حالا مع تجربة تقيلة، يروح واقع كله، كل حاجة تنهار، الإيمان ينهار، السلام ينهار، وتلاقي بقى تصرفات صعبة وكلام صعب، ما كأنوش كان له حياة روحية خالص، البناء انهار، وكان خراب ذلك البيت عظيما. طب ليه الخراب عظيم؟ طبعا لأنه متكلف، يعني بيت تكلف كتير برضه، وتزوق من بره ويمكن تزوق من جوه برضه، ومحطوط فيه شهادات من الناس إن ده بيت هايل، شهادات من الناس إن ده فلان، يا ده فلان ده عظيم، وتلاقي الشخص علشان يداري على المشكلة الخطيرة اللي عنده ان هو مش باني على الصخر، عمال يحط لافتات على البيت توحي بجمال البيت وعظمة البيت وعظمة صاحبه، يحب الألقاب، ضربة موجودة في الشرق بالذات، الألقاب فلان المعلم العظيم، فلان العلامة اللاهوتي، فلان المصلح الكبير، فلان صانع الخير والمحسن، ألقاب ألقاب كده، ألقاب وألقاب كلها من الناس. طب ودي هتعمل ايه لو البيت اتخبط ووقع؟ كل دي هتروح، هتفرق ايه لما واحد يبقى عنده كل الألقاب دي ومزوق البيت بتاعه بالألقاب، مزوق حياته الروحية بمجموعة من الألقاب، فلان العظيم والألقاب اللي انتوا عارفينها، وبعدين يتصدم بالتجارب أو بالعواصف اللي لازم هتصدم البيوت بتاعتنا، لازم يسقط ويكون خرابه عظيم لأنه اتصرف عليه كتير. يا ريت كان يتصرف عليه في التأسيس، يا ريت كان المجهود راح، معلش الحفر ما بيبانش الشكل بتاعه، ما بيبانش الأثر، كأنه فلوس رايحة في الأرض، لا 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 ده أساسي، ده مهم جدا. حياتنا في المخدع مع ربنا وإحنا بنقرأ وإحنا بنصلي وإحنا بنكتب وبندرس وبنسمع وبنتعلم، الأساس ده اللي مش باين للناس، ده هو اللي هيخلي البيت بتاعنا يصمد قدام التجارب الصعبة، نسمع ونعمل، هو ده اللي هيخلينا في ظل الظروف الصعبة هنتمسك بالوصية،
هنتمسك بالمحبة، هنتمسك بالوداع، هنتمسك بالاتضاع، هنتمسك بالطهارة. شوفوا البيت بتاع يوسف الصديق كان قوي، متأسس على الصخر. جت التجربة الصعبة صدمته فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. كلمة ربنا وصية ربنا في قلبه ومسنود عليها، يستحيل مهما هيحصل. تقول له هبهدلك، يقول لا ولو. تقول له انا الجو جاهز، احنا لوحدنا، لا احنا مش لوحدنا، في معانا ربنا اللي ساندني ومنجحني وعطيني النعمة وعطيني كل ده. انت مش شايفاه، انا شايفه، شايف ايده معايا كل يوم، وهو امين معايا وانا لازم اكون امين معاه. حياته متأسسة على الصخر، التجربة كانت قاسية ولكن صدمته فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. أما اللي بيبقى عامل بس منظر من بره لكن من جوه فاضي، من جوه مفيش أساس، كلمة ربنا مش حية جواه، يتعرض لمتاعب يقعد يشتكي ويصرخ ويلحق، الحقني يا فلان والحقني يا فلان، بص فلان بيعمل ايه فيا، وفلان نعالج الموضوع ده ازاي. طب ما وقفناش نصلي، ما تمسكناش بوعود ربنا، مفيش كلمة ربنا حية كده جوانا تطمننا وتعزينا، أمال إزاي بيوتنا مؤسسة على الصخر؟ معناها إن كلمة ربنا حية جوانا مسنودين عليها. لما هو وعد إنه يحمينا يبقى هو هيحمينا، لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. وصايا جميلة وقطع المزامير اللي احنا بنصلي بيها في الأجبية جميلة، سواء في باكر ولا في الستة ولا في نص الليل، وعود ربنا في حمايتنا وتثبيتنا، وعوده جميلة وأمينة، مش ممكن يسيبنا، فاحنا نخاف ازاي؟ بعيد عننا بقى اللي مؤسس من غير كلمة ربنا، بقى عامل منظر من بره ولكن الصدمات نقدر نقول انه امتحانات للإيمان هتحصل ولا بد منها. اللي هيتمسك بوعود ربنا، اللي هيتمسك بكلامه ويلجأ لربنا في وسط الصدمات الصعبة، يلجأ لربنا، يتحصن في ربنا. أما اللي بيبقى مش متأسس كويس، مهما كان المنظر فخم ومهما كان التكاليف اللي اتحطت في البيت كبيرة، ولكن وفي شهادات من الناس بتقول إن مفيش أجمل من البيت ده ومفيش أعظم منه، كل ده مش هيفيدنا. ساعة التجربة، ساعة لما البيت يتصدم، مش هينفعنا إلا الأساس، إلا علاقتنا بكلمة ربنا، إلا الحياة المقدسة اللي احنا عايشينها طبقا لوصية الإنجيل. عشان كده الإنسان اللي ثابت في وصية ربنا يسوع حياته بتبقى قوية ولا تتزعزع، لأن كلمة ربنا هي الصخر اللي هو مستند عليه، وهو ده اللي حياته مدعمة بكلمة ربنا دي. أختم ببعض التعليقات سريعة للقديس كيرلس الكبير، بيقول إيه تعليقا على كلمة يا رب يا رب، بيأكد إن دي تؤكد لاهوت المسيح. بيقول إن كان لا يملك سلطانا حقيقيا على ربنا يسوع، يعني إن كان لا يملك سلطانا حقيقيا ولا مجد الربوبية، بل على العكس إن كانت الربوبية ممنوحة له من الخارج، يعني ده كلام ضد الأريوسيين اللي قالوا إن الابن مخلوق، الأب هو اللي خلقه وعطاله سلطان. فبيقول إن كانت الربوبية ممنوحة له من الخارج ومعطاه له كنعمة، فعندئذ لا تقدم له خضوعك، مش هتقول له يا رب يا رب. لكن إذا كان أنت بتصلي وبتقول له يا رب يا رب، معناه إنه هو يملك سلطانا حقيقيا ويملك مجد الربوبية. برضو تعقيبا على الآية بتاعت أنتوا بتقولوا لي يا رب يا رب ولا تفعلون، ما بتعملوش ما أقول،
فبيقول إنه خطر وأمر يستحق دينونة نهائية أن يكون الإنسان غير راغب في الخضوع للمسيح القدير. لكن الإنسان اللي هيمشي ورا المسيح وهيخدمه يقول نير الخدمة هو جميل جدا ويستحق أن يقتنى وهو ثمين جدا. يعني بركة عظيمة إن احنا نتبع يسوع ونخدمه ونشيل معاه الصليب ونحمل نير الخدمة. أولئك الذين يحفظون إرادة مخلصنا يصيرون ممجدين ويستحقون أن يحاكيهم الآخرون وأن يزينوا بالمديح بسبب أمانتهم. الناس اللي هي بيحفظوا إرادة ربنا في حياتهم وبيعملوها يبقوا ممجدين ويستحقوا إن الناس تتمثل بيهم وإن الناس يزينوهم بالمدائح أو بالمديح بسبب أمانتهم. وده اللي احنا بنعمله في احتفالاتنا مع القديسين بالقديسين اللي هم تمثلوا بالمسيح ونفذوا إرادته في حياتهم. بيقول بالرغبة في الخضوع لكلمات مخلصنا وخدمته فإننا سنربح في المقابل كرامة الحرية. أما نمشي وراه احنا بنتحرر من عبودية الخطية، إن هو بينقلنا من عبودية الخطية إلى حرية مجد أولاد الله. لذلك نحن نربح مجد الحرية بواسطة الخضوع، يعني لما نمشي في طريقه هو ده الحرية الحقيقية، لما نخضع له هي دي الحرية الحقيقية، لأن احنا هنتحرر من عبودية الخطية والشر. نحن نربح مجد الحرية بواسطة الخضوع، فهذا يجعلنا أبناء وورثة الله وشركاء مع المسيح في الميراث. نتحول إلى أبناء في المسيح وورثة الآب وشركاء مع المسيح في الميراث. بعد كده بيقول إيه؟ بيقول من هم الرجال الذين يربحون الإكليل عادة في جهاد المباريات؟ الناس اللي بيوصلوا ياخدوا الجايزة وياخدوا الإكليل، ياخدوا الميدالية الذهبية، ياخدوا الكاس مثلا. هل هم الذين كرسوا أنفسهم كلية للمهارة في فن الكفاح وقد اجتازوا في أتعاب مريرة لأنهم يحتملون كل شيء؟ أم يعني هل هم الناس اللي تعبوا وجهدوا وكفحوا واجتازوا في أتعاب مريرة واحتملوا كل شيء، أم على العكس هم الكسالى والمتنعمون الذين لا يعرفون بالمرة ما هو مناسب للرياضيين؟ يعني مين اللي بيكلل؟ مين اللي بياخد الجايزة؟ الكسلانين والمتنعمين واللي مش عارفين يضبطوا نفسهم، ولا اللي بيكافحوا وبيجاهدوا وبيكرسوا نفسهم بالكلية لتنمية مهاراتهم في فن الرياضة اللي هم فيها؟ أولئك الذين لهم إرادة العمل هم دول اللي هياخدوا الجايزة، وليس أولئك الذين يحبون الراحة. فالفرح هو ثمرة التعب. الله، الفرح هو ثمرة التعب. فالقديس كيرلس هنا بيشجعنا إحنا نبذل ونتعب ونجتهد، نفهم كلمة ربنا وندخلها جوه قلبنا ونعيش بيها ونجاهد ونتعب، لأن الفرح هو ثمرة التعب. بعد كده بيقول لاحظوا أن الطريق الضيق يؤدي إلى الحياة، بينما النزول السهل في الطريق الواسع يؤدي بالناس إلى اللهيب والعذابات التي لا تنتهي. فإن كنا ندعو المسيح مخلصنا جميعا يا رب فلنعمل الأشياء التي يقولها لنا. إذا كنا بنقول له يا رب يبقى لازم ننفذ كلامه. فالله يميل بسمعه فقط. بيتكلم على الإنسان، الإنسان الذي يميل بسمعه فقط إلى ما يقوله المسيح ولكن لا يحتفظ بشيء في عقله ولا يعمل شيئا مما أوصي به، فإنه يكون مثل بيت مستعد للسقوط. مجرد بيميل بسمعه، بيسمع ويعرف شوية معلومات وخلاص، لكن ما عندوش استعداد، أو بيقول إيه، لا يعمل شيئا مما أوصي به، فإنه يكون مثل بيت مستعد للسقوط، لأنه سينحرف في الحال إلى أمور غير لائقة حينما تغريه اللذة وتقوده إلى مهاوي الخطية. هيتأثر بالحاجات اللي بره وينجرف فيها. لذلك فإن طاعة المسيح كما نؤكد تأتي بنا إلى كل بركة، وإن كنا نتممها بلا لوم
فإن المسيح سوف يتوجنا بنعمته. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين. احنا كده خلصنا الإصحاح السادس، إن شاء الله المرة الجاية نبتدي في الإصحاح السابع. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك لأنك يا ربي بتدينا كلامك ينور قلوبنا وعقولنا ويقوي إرادتنا لعمل الصالحات. ادينا نعمة يا ربي إن احنا نكون باستمرار متفقين مع إرادتك ونخضع إرادتنا لإرادتك. ادينا يكون كلامك حاضر يا ربي في أذهاننا وقدام عينينا باستمرار، نسير بحسب وصاياك. ادينا يا ربي ان احنا تسكن فينا نعمتك وكلمتك بغنى، حتى من فضلة القلب يتكلم الفم، ويكون لا تخرج كلمة رديئة من أفواهنا، بل كل ما هو صالح للبنيان. يا ربي يسوع المسيح، اذكر سلام الكنيسة، اذكر بنيانها ونموها، اذكر سلام كل نفس. ادينا ان احنا نكون يا ربي أغصان مثمرة فيك، أنت الكرمة الحقيقية. بارك شعبك وأولادك، اذكر كل من طلبوا أن نذكرهم أمامك. اذكر يا رب الضالين تردهم، والساقطين تقيمهم، والقيام تثبتهم، والمرضى تتحنن عليهم يا ربي وتشفيهم بحسب يدك المقتدرة. تكمل لنا كلنا يا ربي أيام غربتنا، عايشين في مخافتك وفي سلامك، ثابتين في إيمانك إلى النفس الأخير. بركة أمنا ست العذراء، بركة كاروزنا مريم الرؤوس، كل مصاف قديسين، استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. سلام الرب يكون معكم.